إذا لم تؤمن بقيمة نفسك فلن يؤمن بك أحدا. مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نص كلمة. خلوني في الأول أرحب بزميلتي وشريكة النجاح سارة. مساء الفل عليك يا سارة. مساء الفل عليك يا ياسمين، ومساء الفل على كل مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج نص كلمة. قبل ما نبدأ النهاردة في فقراتنا هنبدأ بسيادة العميد أحمد رمضان. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا سارة. أهلا بك يا ياسمين. أهلا بك يا سيادة العميد. في البداية أسرة برنامج نص كلمة بتتقدم للأستاذة ياسمين وأسرتها بخالص العزاء في وفاة شقيقة. زي النهاردة كان في فوق يعني 197 حدث، اخترت لكم منهم شوية أحداث أتمنى إن هي تعجب حضراتكم. زي النهاردة سنة 1882 بدأت محاكمة الزعيم أحمد عرابي زعيم الثورة العرابية. هو ورفاقه اللي عرضوا مطالب الشعب على الخديوي توفيق في ميدان عابدين، واتحكم عليهم بالإعدام، وخفف الحكم بعد كده للنفي إلى جزيرة سيلان هو ورفاقه. وقال في عبارته الشهيرة: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لن نستعبد ولا نورث بعد اليوم. وكل الخبراء العسكريين قالوا عن الثورة دي ان ثورة 52 كانت امتداد لهذه الثورة. الحدث الثاني زي النهاردة سنة 1956 تم انسحاب العدوان الثلاثي على مصر اللي اشتركت فيه فرنسا وبريطانيا واسرائيل. واسرائيل اشترطت الاشتراك في العدوان ده ان هي تحصل على مفاعل نووي من فرنسا. وفعلا فرنسا ادت اسرائيل مفاعل نووي مقابل اشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر، واللي هو عرف بمفاعل ديمونة النووي. زي النهاردة سنة 1621 اخترع العالم الايطالي جاليليو التلسكوب الخاص به. زي النهاردة سنة 1921 ميلاد الفنانة مديحة يسري والفنانة السورية ديما بياعة. زي النهاردة سنة 1992 توفى الفنان القدير صلاح أبيل. زي النهاردة سنة 2019 توفى الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم رحمة الله عليه. بعد ما قلنا لحضراتكم شوية الأحداث دي تكون عجبت حضراتكم، هنتكلم يعني انا مش عارف اوصفهم ازاي، لكن وصفهم يعني اكتر بكتير من كلمة خاين. الناس اللي بتهاجم مصر وسياسة مصر ورئيس مصر من خلال دول معادية. انا بقول لهم من مصر، مصر دولة كبيرة دولة عظيمة، وبقول لهم اللعبة بتاعتكم فعلا لعبة بقت واضحة ومفهومة. اولا الغرض من هجومكم على الرئيس السيسي مش شخص الرئيس السيسي، هو الغرض من هجومكم هو تفتيت مصر والنيل من مصر. مصر دولة عريقة، مصر دولة ذات سيادة، مصر من اقدم الدول في التاريخ ولها مؤسساتها المتماسكة القوية. فمحدش مهما كان طموحكم في ان انتوا تفتتوا مصر او تنالوا من مصر، مواضيع كلها فاشله، لان مصر دي ذكرت في القران والانجيل والتوراه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان اهلها في رباط الى يوم الدين. فالموضوع منهي بمقدرات ربنا، فما تحاولش. وبرضه ما تهاجمش مصر في شخص الرئيس السيسي. الرئيس السيسي ده رمز مصر وعلم مصر وكيان مصر وظهر وسند لينا، زي ما الاستاذ ياسمين بتقول، مش لينا ده لمصر كلها، مش لمصر كلها كمان. الرئيس السيسي بمصر رمانة ميزان في الشرق الاوسط، ولولا مصر فعلا كان الشرق الاوسط بقى شكل تاني ووضع تاني. كنت قاعد مع صديق عراقي ليا، قال لي صراحة كده،
العراق دي من البلاد الغنية بمواردها. والله 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 كنت قاعد معاه قال ادونا السيسي لو تملكوا وخدوا جميع ثروات العراق. فالسيسي ده حاجة كبيرة ورمز لنا كلنا، وانا بطمن فخامة الرئيس السيسي احنا عددنا تعدى 100 مليون مواطن. صدقني يا ريس وراك 100 مليون مقاتل. شكرا يا سارة، شكرا يا ياسمين. شكرا ليك يا سيادة العميد، وزي ما سيادة العميد قال احنا كلنا وراك يا ريس. وكمان حابة اهني جماهير نادي الاهلي على الفوز بمباراة كاس دوري ابطال افريقيا، وهارد لك لنادي الزمالك وهارد لك ليك يا سارة عشان سارة زملكاوية وربنا يستر من الحلقة. وعايزه كمان اقول للنادي الزمالك والنادي الاهلي انتوا فخر لكل مصر لانكم لعبتوا مباراه قويه جدا وتاريخيه باسم مصر. عاش يا وحوش. خلونا نشوف ايه النهارده مع ساره. ايه معاكي يا ساره؟ برضو ببارك للنادي الاهلي على فوزه ببطوله افريقيا، وزي ما قالت ياسمين انا زملكاويه فبرضو هبارك للزمالك على لعبه لانه كان يستحق الفوز بجداره بصراحه. حقيقي لانه بصراحه اللعب والجون كان فعلا في الجون زي ما بيقولوا. خلونا نبدا بقى في فقره النهارده لانها فقره مهمه جدا. الجواز نعمه من نعم ربنا وايه من اياته سبحانه وتعالى، والاسره هي نواه المجتمع لانها بناء سليم، وكذلك الخطوبه من اجمل فترات اللي بتحمله في الشاب والشابه في فتره الحياه بتاعتهم، ولكن في دخولهم بقى الحياه الزوجيه بيتصدموا بالواقع حياتهم في اول الجواز. هنطلع فاصل وهنرجع لكم في فقرة حوارية مع دكتور زينب أحمد استشاري علاقات أسرية، هنستفاد منها كتير جدا. استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في فقرة حوارية مع دكتور زينب أحمد استشارية علاقات أسرية. ازيك يا دكتور زينب؟ منورة الدنيا. نورك حبيبتي، تسلموا. انتوا الاثنين منورين زي القمر. ربنا يخليك يا دكتور. زي ما احنا قلنا قبل الفاصل ان فتره الخطوبه بتبقى خداعه، كل واحد بيتجمل الاحلام بقى والامال والكلام ده كله. طبعا في الجواز بيتصدموا بقى، بتبقى اول سنه جواز دي بتبقى الصدمه بالنسبه لهم هما الاثنين، واكتر نسبه في الطلاق. هي دي اصعب سنه ولا دي بقى يعني في الحياه بقى كلها؟ شوفي خليني بس قبل ما نتكلم على يعني العمر كله ده، هنقول سنه اولى جواز هي بالفعل بتبقى سنه بتبقى يعني شويه فيها نوع من انواع الصعوبه، لان احنا خلي بالك كل حد فينا من بيئه، كل حد فينا من نشاه، كل حد فينا من وسط، كل حد فينا له تربيته الخاصه، له الحاجات اللي متعود عليها. يعني على بال بقى ما يقعد ويحصل ما بينهم وبين بعض ادجستمنت، ويحصل ما بينهم توافق، ويحصل بينهم تكيف، بياخدوا شويه وقت. خلي بالك كمان احنا في ايام الخطوبه كل حد فينا بيظهر احلى ما فيه، اجمل ما فيه، ودي مشكله طبعا، لان احنا ما بنبقاش واضحين قدام بعض. صح. ما بيشوفنيش زي ما بقول زي ما قلت قبل كده، بيشوفنيش وانا عصبيه وانا متضايقه وانا منكوشه وانا صاحيه من النوم وانا شكلي مش عارفه عامل ازاي وانا مش بطبيعتي. كل حد فينا بيبين احلى ما فيه وازهى ما فيه وابهى صفاته واجملها واحلاها. ما بنشوفش يعني ما بنكونش واضحين قدام بعض كفايه، ما بنكونش صراحه كمان قدام بعض كفايه. مش كل حد فينا بيبين عيوبه وسلبياته زي ما كمان بيبين ايجابياته والحاجات الحلوه اللي فيه. دي بتعتبر نوع من انواع الخداع الحقيقه، انا بعتبرها كده خداع. خداعيه طبعا، خداعيه لانها احنا مش واضحين قدام بعض. صح. ما عندناش قدر كافي من الوضوح والصراحه اللي بيها تقيم اسره. يعني احنا لازم، اصل هي حياه شراكه، الشراكه دي لازم تتبني على الصدق وتتبني على الوضوح وعلى الصراحه، وانا اقول عيوبي عشان هو كمان يقدر يستوعبها ما يصدمش بيها، وبعد كده تحصل مشاكل وتحصل يعني حاجات تؤدي للطلاق. دلوقتي يتنرفزوا ويتعصبوا في يبين الحقيقه. يعني بلاش نمثل قدام بعض، بلاش نمثل على بعض، خلي كل حد فينا يبقى واضح كفايه. هي الوضوح في كل حاجه يا دكتور اصلا بيبقى احسن، حتى في الصداقه، دي حقيقه، في اي علاقه، في اي علاقه يعني هي اقصر الطرق لكل الحاجات الكويسه ونجيه. صح بالظبط، دي حقيقه. هو كمان هيفتكر لك الحاجات دي على فكره، هيفتكر هيحسي ان هي تتحسب لك عنده بجد. كونك تكوني طبعا كونك تكوني صريحه، هو لو انسان سوي نفسيا ومتعقل ومنطقي يعني بتعقل الامور
يعني هيقول لا كانت ممكن تكذب عليا، لكن هي الحقيقه ما عملتش كده. أيوة صح. هو لو انسان فاهم ده كويس هيقدرها، وهي نفس تتحسب لها برضو والعكس. والعكس مش هقول هو ولا هي، هما الاثنين بصراحه. البيت ده شراكه، بننمي الشركه دي بحب، بالحب، بالتفاهم، بالمشاركه، بالحوار. يعني دايما يكون في بيننا وبين بعض حوار. لازم نقعد نتكلم مع بعض، لازم نفهم بعض اكتر، لازم نقول يعني لازم نبوح حتى لبعضنا لو بنحب نقول. ليه لا؟ مش عيب على فكره لما يعني نقول ما نبقاش مكسوفين، نبقى على راحتنا اكتر. لا نقول احاسيسنا يعني نقولها. يعني بتبقى اسهل الطرق لكوني اوصل لك بسهوله. صحيح. يعني انا ممكن يعني الزوج والزوجه على فكره ما اعرفش ليه الحقيقه ما بيعترفوش لبعض بالحب. يعني انتوا في عشره وفي حاجات طيبه بينكم. طب هي قصدها مثلا على جواز الصالونات اللي بتقصدي عليها؟ ما ولا الجواز عموما؟ ما بيقدروش ان هم يوصلوا لبعض ان هم بيحبوا بعض قوي يعني في الجواز؟ لا مش اقصد ده، اقصد اقول الجواز نفسه. يعني احنا بنقيم في البيت مع بعض، لازم كل حد فينا يصحى الصبح مثلا يقول لها انا بحبك، وهي كمان تقول له انا بحبك. لا مش هيمشوا برضه في الشقه يقولوا بحبك بحبك. لا لا مش قصدي كده، مش قصدي كده، بس نعبر لبعض. يعني كل حد فينا يا دكتور ساعات الزوج بيشوفها ان هي لو صرح بحبه ليها لا كمان بيشوفها ان هي لا هتتكبر عليا، لا دي هتتغر عليا، الحاجات دي كتير بنشوفها. أيوة حتى في قبل الجواز، حتى أيوة في الخطوبه. طب ما انا لو قلت كده وهو قال كده هتبقى مشكله اكبر. طبعا ما دي بقى المشكله. يعني لو انا قلت ده وهو كمان قال نفس الكلام، طب هيبقى فين العلاقه كده؟ صح مش هنفهم بعض. لا بالعكس، يعني انا لما اقول ده احنا بنكسر حواجز كتير. خلي بالك يعني احنا لما بنقول الكلام ده ما يبقاش في بينا حواجز، ما يبقاش في بينا رواسب، ما يبقاش في بينا مشكله. بالعكس انا افتكر لك الحاجات الحلوه اللي انت عملتيها لي، وبالتالي هيعدي لك حتى اعاقات في الحياه، مشاكل ممكن تقابلنا، حاجات كتير، صعوبات. يعني بالعكس انا بشوف ان الاحترام والود والتفاهم والحب كلها دي من اساسيات الحياه. صحيح. الف ب حياه سعيده. أيوة حياة سليمة فيها تمام. سواء نفسي، ما فيهاش خناقات، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش صوت عالي، ما فيهاش. بس ما فيش برضو حياة من غير خناق وما لازم غير الحياة مشاكل. لازم مشاكل. أكيد في طبيعي. الحلو وفي الوحش طبعا. مش عايز كلام. بعد إذنك يا دكتور معانا مكالمة. أستاذة سامح من دمياط اتفضلي. ألو ألو أستاذة سامح سامعني؟ اتفضلي. أيوة سامعاني. اتفضلي يا استاذ سامح، حضرتك معانا على الهوا. بسرعه على حاجه. اتفضلي اتفضلي. الوقت انا بنتي متجوزه من 3 شهور. تمام. ولسه حاليا دلوقتي بتتكاتل ساكن معايا مع جوزها. لسه لحد دلوقتي ايه؟ بتتكاتل يعني تقعد تاكل مع جوزها. تتكسر تاكل. ايوه يا نهار ابيض. هو في الخطوبه كانت بتعمل ايه؟ بتتكسر تقعد تاكل يا استاذ سامح، سمعنا صح؟ تمام. كملي. تمام كملي. هي ده بس سؤال حضرتك؟ كانت كانت في الخطوبه. كانت في الخطوبه ما كانتش بتاكل معاه اي حاجه فيها. فهي الوقت حامل وانا زعلانه وحسيت ان دايما ما تاكلش معاه. ممكن توضحي معلش صوت حضرتك شويه؟ يعني هي على حرج بين كونها تاكل مع جوزها. امال لما يعني مثلا العلاقات اللي بينهم والحاجات الكويسه اللي بينهم ازاي لما هي مكسوفه تاكل معايا؟ ازاي يبقى في بينهم علاقه ومتجوزين؟ طب هو ما يعني بيقولهاش تعالي كلي معايا مثلا؟ ممكن هو يبادر. متجوزين بعض على حب كمان؟ متجوزين بعض على حب وما بتاكلش معاه؟ طيب خلينا نقول ممكن يكون عندها حياء شديد مثلا. شكرا يا استاذ سماح. الدكتور هترد على حضرتك، اتفضلي يا دكتور. ممكن يكون عندها حياء شديد مثلا مخليها هي مش قادره تعمل ده، فهيبقى بصراحه هو عليه العيب الاكبر. كونه بقى هو اللي هيحاول اللي كنت لسه بقوله يعني هو اللي يعمل مبادره. يعني الراجل هو اللي هيقوم بالمبادره دي وهو اللي هي برضه هتقول له انت اللي تساعدني ان انا اجي واكل معاك. سيدي ياكلها، ياكلها هو، يعزم عليها هو، يدلعها هو. انا يعني هو فاهم. ممكن مامتها مثلا تتكلم معاه وتقول له لا يعني لا مش عايزه احط حاجه ما بينهم. يعني بصي هقول لك على حاجه، انا يعني القرايب فوق دماغي من فوق وبيتدخلوا بالخير برضه فوق دماغي من فوق. أيوة بس انا مش عايزه احط حد بينهم، اصل دول بينهم يعني هقول لك أيوة ايه العلاقه اللي بينهم لا يعلمها الا الله وحده. يعني عايزه اقول ان هما واحد، هما هما كيان واحد في جسدين. صحيح. فخلاص الموضوع مضبوط. خلص ما فيش بينهم الخجل ده ولا الخوف ده ولا الكسوف. يعني ما فيش بينهم الكلام ده. حتى لو عندها حياء خلاص الحاجز اللي بيني وبين خلاص هو بقى جوزها، هو مش خطيبها. طب حتى خلاص هو مش شايف الحلقه دي تمام. ازاي برضو تطلب منه
يعني هي مثلا تطلب منه ايه؟ يعني تقول له مثلا اكلني معاك مثلا، ما هو لا هو هو اللي يعمل ده. ما هو هيعمل ازاي برضو ده؟ ما هو بتقول لك بقالها كتير وبقالها كمان متجوزه عن حب، يعني ممكن باباها مثلا. لا مامتها، مامتها ممكن تقوم بالدور ده. ما انا بتكلم اللي بقى تلفت نظره بس تقول له انت شجعها، انت قويها، انت حاول يعني انت تقربها منك اكتر، ما تخوفهاش منك. يعني يمكن تكون حاجه، اكيد انا ازعم ان في حاجه حصلت خلتها هي على حرج. ممكن يكون هي البنت حساسه زياده، فيعني بلاش يكون بينا ده. نكسر بقى، نكسر الحاجه زي ما قلنا في اول الحلقه. هناخد مكالمه. استاذه داليا من القاهره اتفضلي. الو الو، وعليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا دلوقتي انت بتتكلموا على اول سنه جواز وكده، طب اول سنه جواز ديت ممكن ما تكونش من الزوج بس، على فكره ان هم مش عارفين يفهموا مع بعض او الكلام ده، ممكن يكونوا هم الاثنين اساسا متفاهمين، بس انت عارفه طبعا مشاكل العيله والبيوت ويبقى الضغط عامل ازاي. تدخل الاهل. طب ماشي، دلوقتي لو في تدخل اهل او حاجه وهو كمان ولا عارف يحل هنا ولا عارف يحل ما بين مراته، مش عارف يربط ما بينهم هما الاثنين، هو مفيش وجه مقارنه ما بين الاهل والزوجه، ده حاجه معروفه طبعا. بس المشكله يعني لو جه على الاهل هتبقى الدنيا برده كوافق والدين والكلام ده، لو جه على الزوجه يبقى هو كده بيخرب بيته. انا عايزه اسالها بس سؤال، هو حضرتك عايشه معاه في بيت عيله؟ في بيت عيله؟ في بيت عيله. بس طبعا. انا يعني من ايه، من نوع الزوجات اللي هي بتكبر دماغها جدا يعني. طب ما ده كويس. بس برضو يعني بصي، في حاجات الزوجه مش هتعرف ان هي تعيش من الموضوع دوت اصلا. طب اقول لك على حاجه حلوه. طب انا عندي اقتراح، ايه رايك نسمع بعض؟ ماشي تمام. ايه رايك خيركم من يبدا بالسلام؟ ايه رايك اعملي انت المبادره بكونك انت مثلا انت اللي قدمي الخير، يعني انت اللي تتعاملي معاهم كويس، انت اللي عزميهم عندك، انت اللي هاتي لهم هديه حتى من غير مناسبه، انت اللي اتعاملي مع مامته اكنها مامتك بالظبط، وتعاملي مع اخواتك. المشكله مش في كده، المشكله ممكن ده كله بيحصل يعني، فاهمه؟ بحكم ان احنا عايشين في عيشه واحده او في بيت واحد والكلام دوت. بس المشكله عارفه بالذات لما يكون في ولد وحيد متدلع. الولد الوحيد دي عارفه يعني. طب ما ده حاجه كويسه قوي، انت عارفه المشكله يعني، انت عارفه اهو اذا عرف السبب بطل العجب، يعني انت قادره تفهمي. الغيره اكيد، ايوه انا عارفه ان هو ابن الوحيد، فهي مامته متعوده عليه طول عمرها، عايشه معاه يعني. بس هو برضه عليه برضه عامل ان طبعا هو يرضيها من وجهه طبعا يعني هو لازم يرضيها. لازم يمسك العصايه من الوسط. طبعا هو صعب، انا فاهمه بقى صعب. بس بصي، لما الاهل بيتدخلوا في الـ في الـ في العيشه ذات نفسها او في عيشه الاثنين ماشيين مع بعض بتبقى صعبه، ده حله ايه؟ طب هو مش هينفع ان يكوني شقه بره او خروج بره البيت او الكلام ده. حاضر. لا حاضر. بنشكرك يا استاذه داليا، الدكتور هترد على حضرتك حالا. حاضر، اتفضلي يا دكتور. جماعه هو احنا عايزين ايه من ولادنا غير ان هم يكونوا سعداء؟ يعني انا بس مش قادره افهم. صح. يعني احنا ليه، احنا عايزين ولادنا يبقوا في احسن حال وفي احسن صحه وفي اتم يعني حياه تبقى سليمه، وعندهم سواء نفسي وعندهم انضباط وما عندهمش توتر ما عندهمش مشاكل. ايه اللي طالبينه من الدنيا غير ان ولادنا يكونوا اسوياء ويكونوا في حياه كويسه؟ ليه بنعذبهم؟ يعني ليه بنحملهم فوق طاقتهم؟ ليه كل ام، يعني مع احترامي لكل الامهات، جزامهم فوق دماغي من فوق، بس يعني الامهات اللي هي شويه بتشوف ان هي عندها انانيه في الحب. تمام. انا قادره افهم كويس قوي ان هي بتحب ابنها قوي، بس انت بتحبي ابنك ارضي، خليه مبسوط، خليه سعيد، ارضي مراته، ما هي مراته دي بنتك برضو، ومرات الزوج كمان. انا يعني بطلب منها ان هي تعاملها اكنها مامتها بالظبط. ايوه. يعني برضو يبقى في علاقه بينهم، يبقى في اخذ وعطاء، يعني يبقى في روح الموده والمحبه ان هي بنتي ودي امي. لا صدقيني لو طبقنا، احنا لو طبقنا ده والله والله ما حد هيزعل من حد. صح. ولا حد هياخد موقف من حد. مزلوب. لو انا اعتبرت البنت دي بنت الناس دي هي بنتي، واعتبرت الام زوجي دي هي امي مش حماتي، لان احنا دايما نبص للحماوات ان هم يعني حاجه صعبه، وزي ما الافلام بالظبط جبر الخواطر على الارض. أيوة. انت هتكبر هتاخدي اكبر ثواب، لان هي زي مامتك رضاها من رضا ربنا برضو. صحيح. فخلينا ناخدها من هذا المنطلق. كمان انا بحب جوزي، خليني اثبت له ان زي بحبه كوني انا احترم مامته، كوني انا احبها، كوني انا امد ليها يد العون في الاول. صح. اكيد جزاء الاحسان الاحسان، ابدا مش هيكون الاساءه. صح. يعني عمري ما انا اجي احسن لك وانت هتسئي لي ابدا ابدا.
يعني ولو في الاول هتحصل. بعد كده هيراجع نفسه الشخص. ولو احنا بالظبط لو احنا مش فاهمين بعض في الاول هناخد شويه وقت على بال ما نفهم بعض وعلى بال ما تفتكر لها حاجات كويسه يبقى ليها مخزون عند الام اللي بيها بتراجع نفسها. ده في امهات بتحنن قلب ولادها على زوجاتهم من كتر ما هي بتحبها. ايوه صح. لان هي عندها رصيد من المحبه عندها رصيد. بس في ام برضه يعني بتقول لا انا ربيته وكبرته وهي جت خدته على الجاهز. هو ده امر طبيعي على فكره. ماشي هي من حقها ان هي تغير. اه طبعا من حقها ان هي تغير ومن حقها ان هي تعمل كده. بس برضه في برضه حدود اللي هي ده ابنك هيتضايق هيحصل ما بينهم هما الاثنين اصلا خناق. خلينا يعني نقول بس ان انا عايزه ابني سعيد ومتهني ومبسوط انا بقى اللي ما نكدش عليه. مش كل شويه مثلا مراتك عملت. هناخد بس مكالمه ونرجع لحضرتك. استاذ عبده من دمياط اتفضل. ازيك يا فندم؟ مساء الخير. مساء النور يا استاذ عبده اتفضل. والله الكلام في منتهى الجمال جدا. انا مبسوط بالحلقه دي جدا جدا يا فندم والله. واحنا مبسوطين باتصالك اتفضل يا فندم. إيه والله في مشكله تخص واحد صاحبي اتجوز شهرين وخطب سنتين. فلما انا رحت عشان اشوف المشكله احاول اعدل المشكله بينهم. فالمهم كلام الاب نفسه كلام ما يسمعش خالص. يعني مثلا قلت له يا حاج انت ايه اللي مزعلك دلوقتي؟ ايه بنتك لسه متجوزه بقالها شهرين اثنين يعني كل في اول الجواز كله بيبقى كده. انت عارفه يرد عليا يقول لي يا استاذه؟ اتفضل. ايه؟ يقول لي عشان جاي زبديه لبنت اخوه وما جابش لبنتي. ايوه والله العظيم زي ما بكلمك كده. عشان ما جابش ايه ممكن تعيد تاني؟ هديه لبنت اخوه وما جابش لبنتي. هديه؟ ايوه والله العظيم بقى تتاخر عليها ساعه على الكوافير في الفرح. واحنا قلت له يا عم الحاج يعني انت عايز تبقى بنتك عشان انت برد خلاص هنجيبها ساعه بعد كده مش هتتاخر تاني. فالمهم الوقت الوضع عديه جدا يا استاذه. طب وهي فين؟ هي فين من ده كله؟ هي فين؟ هي فين؟ البنت معدومة الشخصية خلاص مفيش شخصية. هي بتحب ولد وهو كان يعني ايه بس هي سنها صغير؟ يا فندم سنها صغير؟ يعني ممكن حوالي 18 19. ما هي سنها صغير مش عارفة برضو تعرف المواقف. بصي هو انا الأسرة هي المسؤولة مسؤولية كاملة. اشكرك يا استاذ عبده. هنرد دلوقتي على سؤالك. يعني دايما بقول للتنشئه الاجتماعيه السليمه يا جماعه لازم نربي اولادنا على يكون عندهم شخصيه يكون عندهم ثقه في نفسهم يكون عندهم قدره على التعبير يكون عندهم حريه في اختيار قراراتهم. يعني لازم يكون كل حد فينا البنت مش مقهوره ولا هي مكسوره الجناح ولا لا دي ليها رؤيه وليها منظور وليها كلمه ولازم تقول رايها. ما ينفعش كده ان احنا نقضي عليهم لسه في كده. يعني ما انا مش عارفه الاستراتيجية 2030 كلها بنادت بحق المرأة في كل ما يخصها سواء تمكين اقتصادي سواء تمكين اجتماعي سواء تمكين سياسي. ازاي يكون في كده لغاية دلوقتي؟ يعني ازاي؟ ده بقول للأهل بقى اللي بيتربوا وما أدفع هذه المشكلة. ايه المشكلة دي؟ يعني دي مشكلة أصلا. أنا قلت حاجة دي مشكلة. ما أنا بقول لحضرتك مشكلة صغيرة جدا وعامل طلاق يعني هتعمل طلاق يعني شهرين وهي لا قدر الله. يعني هما بس الأهل يا جماعة يعني الاهل لو تتدخل بالخير فوق دماغنا زي ما قلنا. صح. بلاش تدخل اللي فيه خراب بيوت. يعني بلاش. صح. استاذه فاطمه من الجيزه اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. اولا انا بشكر البرنامج وبشكر الدكتوره. ميرسي. شكرا. اول سنه الناس بتبقى ممكن بس توضحي صوت حضرتك شويه. اول سنه جواز بيبقى فيه شويه الاهل لسه مش فاهمين بعض. الزوجه والاهل ما بيبقوش لسه فاهمين بعض وكده فبتحصل مشاكل يعني. ده اول سنه. تمام. بس بعد كده الدنيا بتتظبط يعني الحمد لله. بشكر طبعا مامتي بشكر حماتي جدا لان هي برضه زينا زي مامتي. بشكر ربنا يبارك لك. انا سعيده قوي بالمكالمه دي وسعيده ربنا يبارك لك فيها. واحنا من حتى لو ما فيش بينا كلمه بحبك او وحشتيني بيبقى كل واحد عايز يثبت للتاني ان هو بيحب التاني الحمد لله. صح. جميل. ربنا يبارك لك. ربنا يديم عليك رب العشره الكويسه باذن الله. اللهم بارك. جدا ده في امل في خلاص هنرجع على صلاه في امل. الحمد لله الحمد لله. بصي اهو. شكرا يا استاذه. شكرا. باي باي. ده اللي كنت بقول عليه بقى. شوف الناس مش بتحترم حماتها قد ايه جميله مكالمه جميله بصراحه. اديني امل في الاول الاهل اللي بين الطرفين ما بيكونوش فاهمين بعض. هو ده مفيش مشكله. ايه المشكله؟ طب ما هو مفيش حد لازم يبقى في بينا عشره. لازم يبقى في بينا. هعرف ازاي صفاتك الكويسه من الوحشه غير بالعشره؟ هقبلها وممكن ما اقبلهاش. هعديها وممكن ما اعديهاش. ده بقى يعني بيرجع لي انا.
كوني انا عندي صبر، كوني انا هقدر اتحمل، كوني انا هعدي امور كتير صعبه، كوني انا هعدي. يعني انا قادره افهم كويس قوي ان هما في الاول بتبقى برضو الظروف الماديه صعبه، في الاول بيبقى يعني بيبقى مش فاهمين بعض، كل حد فينا من نشأة، انا بصحى بدري هو ما بيصحاش بدري، هو مامته بتحضر له فطار انا مش بحضر فطار، لازم نقعد مع بعض ونتفق. طبعا. يعني بيبقى واحده أسس. واحده في بالظبط في اسس يعني يقعدوا يتفقوا بعد الجواز ولا قبل الجواز يا دكتور؟ يعني نحط اسس قبل الجواز، انا بحب مثلا 1 2 3 4 وهو بيحب 1 2 3 4، نقعد مع بعض على على الطاوله مثل هذه ورقه وقلم يعني ونقعد مش ورقه وقلم، مش تحسش انت تحس كده العلاقه. بص العلاقات الانسانيه متغيره. أيوة. يعني نسبيه بحته. إيه ممكن اكون انا في وقت فيه مبسوط فهقبل منك حاجات، ممكن في وقت ثاني اكون متضايق فمش هقبل، فانت هتبقي فاهمه. أيوة. تركيبتي انت بالعشره هتقولي لا هي ولا ما هي ده، هنقعد ونتكلم مع بعض بل بالعكس. أيوة. هو يجي يصالحني. صح، احنا فاهمين بعض، اللي بينا يخلينا نعدي امور كتير، نعدي. صح. مشاكل. صح. كتير. طب لو في بقى يعني مثلا ما بين الاهل مشاكل وهي عايزه تكسب مثلا جوزها، لان شايفه ان اهله مثلا او اهلها الاثنين مثلا بيخربوا البيت، هي ازاي بقى تكسب بصي جوزها؟ ما حدش فينا هيستغنى عن مامته ولا بابا اكيد، سواء هي او صح. هم على خلاف يعني بيني وبينهم، وخلاف كبير قوي. لو ما قدرناش نصلح يعني نبقى متصالحين وتبقى تعتبرني زي بنتها او يعتبرها زي ابنه، خلاص يبقى بابايا ومامتي ليهم حق عليا وفوق دماغي، لازم انا اراعيهم. ما ينفعش انا مثلا ما اسالش عنهم ما اروح لهمش، لا اروح انا. ولكن خليني اكد برضو، الكلام اللي هيسمعه من مامته وباباه بلاش ياثر عليه في العلاقه اللي بينه وبينها. يعني ادي حق ربنا زي ما انت عايز، وراعي ربنا واعمل بالقران والسنه وزي ما القران وصانا على الوالدين، احنا خدامينهم. ولكن لو في حاجه فيها اذى للزوجه بلاش نسمع. يبقى ده العاتق على العاتق على الزوج. بالظبط، نحاول نمسك عصايه من الوسط زي ما قلنا من قبل، ان احنا نرضي امنا وابونا ونبقى على الصراط المستقيم، وفي نفس الوقت ما نجيش على الزوجه لان هي برضو ليها حقوقها وليها يعني لها ما لها وعليها ما عليها من حقوق وواجبات لازم تؤدى. صح. هناخد مكالمه يا دكتور. معلش اتفضلي يا استاذ اسماء من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي مع حضرتك. اي والله ما شاء الله البرنامج جميل والحلقه جميله، والمفروض كانت تسمى يعني سنوات الجواز الجميلة. علشان والله العظيم تسلم يا رب يخليك. والله أنا عايزة أستضيف حاجة صغيرة جدا. اتفضلي. أنا وأنا واحدة متجوزة لي أكثر من 8 سنين. ما شاء الله. عرفت فعلا إن الجواز الحقيقي ومعناه الحقيقي ما يعتدش من أول 3 سنوات دولت، فعلا هم دولت المعرفة الحقيقية. بتعرفي يعني ايه جواز، يعني ايه مسؤوليه، ويعني ايه بيت عيله، يعني ايه حماتك، يعني ايه حماكي. تعرف ان انت اتنقلتي من اب وام لاب وام تانيين باختلاف الفكر وباختلاف البيئه وباختلاف كل حاجه، بس الموضوع فعلا بيحتاج صبر. موضوع الطلاق اللي كتر من بدايه السنوات الاولى كتر بطريقه رهيبه. اهم الاسباب اللي اتوجد بسببها الطلاق سبب ان الناس ما بقتش فاهمه بعضيها، والناس تفرع جامد قوي في اخذ القرار دوت، مع ان القرار بيتبنى عليه ظلم جامد قوي، واقولهم لو كان في اطفال. بس انا نفسي بس معلش اقول حاجه، ان اي بنت متجوزه وسامعاني والله العظيم، لو هي ما لقيتش رد الفعل اللي هي مستنياه من حماتها وحماها، لازم هيكون ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخره. وانا يعني انا جربت حاجه زي كده، انا جربت حاجه زي كده، ان انا حصلت لي مشاكل كتيره قوي 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 في بدايه جوازي، ولكن صبري مع صبري معاه الحمد لله رب العالمين، كانت النتيجه مرضيه جدا الحمد لله. حتى لو الحمد لله. بس دايما ابص يعني بروا ابائكم يبركم ابنائكم، انت لو هتبر حماتك هتلاقي نفس اللي يبرك، والله هتبر حماك هتلاقي اللي يبرك. طبعا داين تو داين. شكرا ليك يا استاذه اسماء، نورتينا. اتفضلي يا دكتور. مبسوطه قوي بالمكالمات. اهو جميله، في مكالمات مبهجه بصراحه. دي بتدينا امل برضو، بتدينا امل ان احنا لسه برضو لسه في حب، ولسه في بعتبر امي وبعتبره ابويا، وهو كمان بيعتبرها مامتي ومامته، وبعتبر عمه ده بابا. يعني كل صدقيني والله مفتاح اي مشكله، يعني مفتاح حلها هو التفاهم. صح. التفاهم والحب والصبر والمشاركة كلها فضائل احنا لازم نتحلى بيها عشان الحياة تستمر. الحياة صعبة ما فيها الكفاية. مظبوط. مش احنا مش هنصعب على بعض اكتر،
الحاجات اللي فيها علاقات والحاجات اللي فيها نقدر نعديها نعديها، الحاجات اللي نقدر نكبر دماغنا منها نكبر دماغنا منها. أيوة. خيركم من نبدأ بالسلام يا ستي، اعتبريها مامتك ومتعصبة شوية، تعالي على روحك شوية، هو هيفتكرها لك. هو هيجي يقول لك بالليل شكرا انك انت تحملتي مامتك. انا لو ما قالش هيردها لها بالفعل. بالظبط بالظبط. واحنا مش ماديين ولا احنا طالبين حاجه، يعني اثبتي لي حبك بكونك تتحملي مامتي، وانت كمان لو هي صعب وانت كمان اثبت لي حبك بكونك تتحمل بابايا او مامتي. الحياه هتعدي والحياه هتمشي وهتسير على ما يرام، بس نتحمل بعض شويه، نتحمل يعني اختلافات، اصل الاختلافات دي ثقافه. صح. انا مختلفه عن تربيته غير التربيه، العادات التقاليد غير طبعًا العادات التقاليد، كل دوت كتير على بال ما نتاقلموا مع بعض. التفكير يعني نفسه يا ساره بيبقى مختلف. اكيد بالظبط، خاصه بقى لو جه طفل خلاص بقى الموضوع خلص، لو جه طفل خلاص بقى فيه بقى التزامات واحتياجات طبعا وحاجات كتير مش هنعدها، عدي ونكبر طبعًا. علشان الثروه اللي احنا بنكبرها دي ابننا. ابننا ده ملوش ذنب انه يطلع ما عندوش سواء نفسي، ملوش ذنب انه يطلع في اسره مفككه نفسيا واجتماعيا. بس في برضه يعني اب وام انانيين يقول لك لا طب ماشي، ما انا برضو بتهان وبيتقل من كرامتي ومعايا برضو اطفال بس هتطلق. طب ايه وجه الاستفاده لو الطلاق ده يا جماعه؟ الطلاق ده مش هباء يعني، مش هباء كده يعني. الطلاق لما ربنا شرعه وحدده حط له ضوابط وحط له يعني احكام، فانت استحلت العشره بين الطرفين. لكن المشاكل اللي بسمع عنها دي اللي هي قد كده بسيطه قد كده ممكن نعديها، ليه نتطلق يعني؟ انا في كل 3 دقائق حاله طلاق، كل دقيقتين ونص بالظبط في حاله طلاق. ايوه صح. اذا في خلل في المجتمع، في خلل في البناء الاسري، في خلل في التربيه، في خلل في النشاه الاجتماعيه. احنا ما ربناش ولادنا صح. صح. وجايين دلوقتي نطالبهم بايه؟ هناخد بس مكالمه. ام محمد من اسيوط اتفضلي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. معايا حضرتك؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. والله انا بس بقول ان يعني حكايه الجواز وكده، والله اغلب المشاكل يعني بتيجي هي اساسا من الاهل، يعني هي مش من الجوز، لا من الاهل نفسهم. يعني مثلا ممكن مثلا يبقى من اهلك، ممكن يبقى من اهله. فبرضه حكايه الحمد دي برضه صعبه خالص، ان حكايه يعني في بيت عيله فهي اللي بتجيب المشاكل. يعني مثلا يعني انزل اقضيني، مثلا ما نزلتش لا يبقى انت كده يومك اسود، يبقى لا يبقى انت كده وحشه، وخدي بقى الكلام عندك وكده. هو طب انت ما بتنزليش يعني الراجل يا اما الحمل. طب انت ما بتنزليش تطمني عليهم ليه؟ نعم حضرتك ما بتنزليش تطمني عليهم ليه؟ لا والله العظيم بنزل على طول. ما تقولي لو ما نزلت يعني عايزين واحده تقعد اليوم كله كامل وتقضي وتعمل ولحد ما تقول اه تعبت خلاص. يعني الواحده يعني هتعمل يعني في فوق ولا تحت، ولا من العيال، ولا تخلي بالها من البيت، ولا هتعمل ايه ولا ايه؟ اه طبعا لازم طبعا نطمن عليها لان هي زي امنا، بس يعني واحده واحده يعني مش يلا كل يوم لازم تعمل وتقضي. يعني ما كانش الواحده مثلا يعني واخدينها حد يعني ما كانش واحده تقضي يبقى ما ينفعش. لا طبعا لا طبعا ما تقوليش الكلمة دي، انت مش كده خالص على فكرة. نعم ما تقوليش الكلمة دي، انت مش كده خالص، مش هقدر اعيدها وراكي. مش حد عايدها طبعا، انا مش كده خالص فعلا، بس لا ما تبصيلهاش من الزاوية دي. اقصد اقول انك ما تبصيلهاش من الزاوية دي، لكن لو بصيت لها من الزاوية دي هتوجعي قلبك وهتتعبي نفسك. بصي لها ان هي مامتك، انت تخدمي مامتك. والله مش حد والله غريب. انا بصيلها ان هي مامتي والله العظيم، بس الفكرة هي في دماغها ايه؟ وفعلا يعني هي قالتها انا مجوز العيال عشان انتوا تولدوني، يعني انت متجوزه يعني زي بنتها، يعني بتقولها على بتزاجة يعني بعفويه. اه بعفونيه وبتلقائيه، ما تقفلهاش على واحده يعني. هي ما تقصدش كده يعني، هي كرامتك من كرامتها وكرامه ابنها من كرامتك وكرامتك من كرامه ابنها، فاكيد انتوا الحياه بينكم واحد يعني. ما تاخديهاش من الزاويه دي عشان الامور تستقيم وتمشي. يا ستي واسالي عليها وتعالي انت على نفسك عشان مش هيجرح حاجه. هنقول نصايح مهمه يا ام محمد، بتمنى تسمعيها. شكرا ليكي، اتفضلي يا دكتور. شوفي هي بصلها ان هي يعني ايه خدامه. اه يعني الكلمه دي انا مش عايزه اكررها، بس هي شايفاها ان هي بتعمل دور مش دورها. أيوة. بتقوم بحق مش حقها. هي الام بصلها ان هي مرات ابنها، ومن حقها ان هي زي بنتها بالظبط، تطلب منها، بتكلمها بعشم عشم. اه يعني بتجبر بخاطرها يعني هي لو عملتها، لو بصلها من الزاويه دي والله هتكسب ثواب. اولا هتبقى الحياه بينها وبين جوزها مستقيمه، مفيش مشاكل، ربنا هيرضى عليها، وبالتالي مش هيبقى في مشاكل اصلا. يعني الحمل لما ترضى ربنا هيرضى، وهتلاقي كل اللي حواليها. بس برضه في اهل يعني اهل الزوج برضه ما عندهمش ان هم يراعوا اللي قدامهم، لا بيشتغل يعمل كذا وانزل
تعملي من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 12 بالليل. لا يجي دور الزوج بقى ان هو يقف في مرحله وسطيه. الزوج يقف مرحله وسطيه. خلي بالك بيوت الصعايده والفلاحين غير بيوتنا فعلا. هي معظم الحاجات دي فيهم متعبه وعندهم خبيز وعندهم مش عارفه حاجات كتير قوي وعندهم حاجات بيعملوها اكتر منها بكتير. فهي انا قادره احس بيها ان هي دي كانت تبقى مجهده وتعبانه وبتخدم بيتين. صح. فاحنا دي نشيلها لها برده الحما يعني. يا ريت تعبرها ان هي ان هي كلمه شكر بالظبط يعني. في عواطف برده على الحما انها تكون رحيمه. ربنا يكرمك. صح. هتعمل فوق اللي هي بتعمله اضعاف اضعاف. صح. بحب الكلمه الطيبه. بالظبط. الكلمه الطيبه صدقه. وهتاخد عليها اجر ودي تؤجر ودي تؤجر. صح. ويبقى في بينهم وبين بعض يعني علاقه موده ورحمه اللي الاسلام نادى بيها. شوفي احنا عندنا نقص وازع ديني عند الكل الحقيقه. برضو انا بشوفها عيب في التنشئه الاجتماعيه بتاعتنا. النشاه الاسره والاسره ليها دور كبير قوي. نربي اولادنا ونربي نفسنا قبل ما نربي اولادنا. يعني اللي احنا عايزينه يعني يحصل فينا نعمله في اولادنا. بمعنى يعني انا دلوقتي عايزه ابني او بنتي يكونوا في احسن حال او يكونوا مطيعين او يكونوا انا كمان اكون كده. يعني انا اللي امد ايدي في الاول اكون قدوه ليهم. بالظبط. اكون قدوه بيقلدوا الاب والام. بالظبط. فانا ليه ما اكونش قدوه في البيت؟ ليه ما اكونش نموذج يحتذى بيه؟ ليه ما اكونش انا اعلمهم الفضائل المثلى عشان يكونوا كده مهما عدى عليهم من الصعاب والمتاعب يتحملوا على قد ما يقدروا ويجوا على نفسهم على قد ما يقدروا يعدوا يعني يعدوا عشان خاطر ولادهم ثروتهم. أيوة اللي هم عايشين علشانهم. اكيد. صح. طبعا. هناخد مكالمه بس يا دكتور معلش. اتفضل. استاذ احمد من الغربيه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك استاذ احمد. انا ليا سؤالين بس. اول حاجه المكالمه اللي كانت قبل الاستاذه اللي كانت بتتكلم من قيمه شويه برفع لها القبعه وبقول لها شوفوا ان امك عرفت تربي فعلا وان انت تعرفي يعني ايه تعرفي قيمه جوزك واهل جوزك. شوفوا 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 برافو عليكي فعلا ان انت قادره تدري بيتك. ده اول حاجه. السؤال الثاني للاستاذه الطفل. لو يا استاذه لو واحده اهم حاجه عندها اهلها اهل امها أهل أبوها جوزها كل ما كانش اتغسل هدومه ما اتغسلتش ماشية براحتها عايزة حقوق شرعية ما بتدهلوش ماشية بصي هباء كده والأفضع من كده إنها لابسة نقاب. إيه فضل النقاب؟ النقاب ملهاش دخل. نتكلم في نقطة ملهاش دخل. برافو عليك. هي ملهاش دخل. برافو ماشي. ان يعني امها يعني انا قلت لك شابو او برافو للمكالمه الاولانيه ده عشان امها علمتها يعني اصول جواز علمتها احترام الزوج ازاي. هو حضرتك بقى لكم قد ايه متجوزين يا فندم؟ انا عليك سؤال بس بالله عليك. اتفضل. لو خيروا ما بين الزوجه وما بين اهلها تختار مين يا فندم؟ مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. استنى بس. برضه ده على فكره برضه يرجع للزوج. يعني انت بتتكلم برضه على التربيه فبرضه يرجع للزوج. انتوا متجوزين بقى لكم قد ايه؟ متجوزين حضرتك يا فندم متجوز بقالك قد ايه؟ 14 سنه. يا نهار ابيض ده عمر ده 10. الله ينور عليك. تصدقي بالله لا اله الا الله حبيت اغير منها بجميع الطرق. انا بقول انا بشبه ان دي تقفيل رباني ملهاش قطع غيار. مش موجود لها قطع غيار المره. بس انت برضه عندك صبر ما شاء الله اللهم بارك. يعني ربنا مديك صبر. بصي يعني انا طب ممكن اسالك سؤال تاني؟ اتفضلي. ما شفتش منها اي حاجه حلوه خالص؟ مش فاكر لها اي حاجه كويسه؟ طب هقول لك على حاجه. اتفضل. الزوجه اللي تحبس جوزها دي ليه بقى ايه؟ ليه؟ دي تاني معلش؟ الزوجه اللي تحبس جوزها دي تبقى ايه؟ تحبسه؟ تحبسه. تحبسه ازاي يعني؟ تحبسه في الشقه مثلا ولا تحبسه ازاي؟ طب شكرا ليك يا استاذ احمد. ده هنرد على كل اسئلتك. شكرا لحضرتك. شكرا. تحبسه في الاسم يعني ولا في السجن؟ تحبسه في الاسم. اكيد حبسه في السجن. نهار ابيض. بالظبط. طب وهي لسه يعني زوجته لغايه دلوقتي حبسته وهو لسه مخليها؟ بقول لك 14 سنه. في ناس يا دكتور بيبقوا بيعملوا حساب للاولاد لابعد الحدود. ده ردا عليك يا برضو يا ساره ان في علاقات بتبقى فعلا مؤذيه ولازم تنتهي. انا من وجهه نظري شايفه كده. الطلاق ليه ربنا شرعه؟ عند استحاله العشره، عند استحكام الخلاف بين الطرفين. خلاص مفيش العشره. مبقاش انا مش طايقه وهو مش طايق، انا مش عايزه وهو مش عايز. طب ايه برضو ايه اللي مصبرها يعني؟ برضو اكيد مش هنسمع من طرف واحد.
هنسمع من الطرفين. عشان كده انا سالته السؤال ده. عشان كده انا هنسمع من الطرفين. انت مش فاكر لها اي حاجه كويسه؟ اكيد عملت حاجه كويسه. ال 14 سنه دول اكيد عملت حاجه. نسينا نساله كمان معاه عنده اولاد ولا لا؟ يعني نسينا اكيد 14 سنه اكيد. اكيد انا معانا استاذ ربيع معلش من المنيا ناخد بس مكالمه. اتفضل يا استاذ ربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المشكله مش في الحماد. ايه اتفضل وضح صوتك بس يا فندم شويه. بقول لك المشكله يا اختي مش في الحماد. مش في الحماد مش في الحما يعني. المشكله يا اختي في السلايف. في السلايف. في السلايف. ايوه مالهم السلايف دايما بنجيب مع بعض. دايما خانقوا مع بعض. الاخوات نفسها يبقى غيره اكيد. غيره اخوات نفسها بتتخانق. طيب ما حاولتوش طيب ان انتوا تصلحوا ما بينهم؟ طيب في ال طب سؤال حضرتك سؤال حضرتك ايه؟ احنا في صلحنا كتير بس ما نفعش. هو كده في غيره يعني كده في بينهم غيره وده طبيعي جدا بين السلايف وبين الاخوات. وشكرا لحضرتك. شكرا هرد على سؤالك. اتفضلي يا دكتور. جديدة. لا مش جديدة ولا حاجة. السلايف دايما طول عمرهم في بينهم مصالح حداد وممكن يتسببوا ان هم يتطلقوا بسبب واحدة فيهم تتطلق بسبب التانية صح؟ طبعا بتحصل كتير طبعاً بس ده مش معناه ان الاخوات يخسروا بعض. صح بالعكس احنا لو ما قدرناش نطبعهم بطبعنا لو ما قدرناش نصلحهم على بعض لو ما قدرناش نصلح من ده اذا احنا مالناش دور. كأهالي؟ ولا كأزواج. 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 كأزواج فأخوات مش عايزين نخسر بعض. بينا علاقة دم وبينا أخوة وبينا أيوة طبعا صح يا دكتور. مش هخسر مش هخسر أخويا علشان مراته أو مرات يعني مش هينفع يعني ما فيش حاجة اسمها كده عشان دول لازم ما يقدروش برضه خراب البيت. برضه الرجالة لازم تمسك زمام الأمور. أنتوا يا جماعة اللي في إيديكم زمام الأمور. مش قصدي كده إنك تاخد دجيل عن جاهية وتزعق وتضرب وتعمل حاجات. لا بالتفاهم. بالتفاهم يعني وممكن برضو يتكلم معايا يشوف ايه اللي بيضايقها. طب يعني ممكن يكون في حاجه ناقصه مثلا على بعض. طبعا نسمع لبعض لان الحاجات دي على فكره بتعمل ضغائن وبتعمل حاجات في النفوس وبتعمل رواسه وبتعمل مشاكل وبتبقى ده بتسلطه وده بتسلطه بيشيلوا الولاد الاخوات من بعض. اكيد طبعا. فانت كده بترتكب ذنب عظيم او بترتكب ذنب عظيم. فاحنا مش عايزين الامور توصل لده. لا احنا ممكن الكبار يعملوا مثلا قعده ممكن ناكل على سفره واحده ممكن يعملوا مثلا. طب لو المشاكل دي ما اتحلتش ايه الحل ليهم؟ لو ما اتحلتش ازاي يعني عملوا القعده وجوا بيتصالحوا برضه الاثنين بيتخانقوا مع بعض ومش طايقين بعض. خلي عنصر الزمن هو اللي كفيل يخلص المشاكل دي يعني كل واحد باختصار عباده يعني لو الموضوع هيجي منه مشاكل. أيوه. خلاص كل حد فينا يبقى في حاله كل واحد في شقته ومحدش يتعامل مع التاني على علاقات. بس خلي بالك اصل في ولاد في ده عنده اولاد هم ولاد اعمام يعني هم زي الاخوات برضو الولاد ما دول ما ينفعش مش عايزين يخسروا بعض. هي الفكره ان الولاد لما بتكبر كمان بتبقى كل ام مسلطه اولادها فالولاد دي عملت فيا ودي ما اعرفش. ايوه طبعا فبيبقوا شايلين فبتعمل لهم برده مشاكل اكبر بعدين. مش لهذا الجيل للاجيال اللي جايه بعد كده. فاحنا بس نبص قدام شويه ما بلاش نخلي في بيننا وبين بعض طول الوقت مشادات ومشاكل لا يعني احنا نتفادى الامر نتفادى الامور قبل ما تتفاقم المشاكل ونحل المشكله قبل ما يبقى في مشكله اصلا قبل ما تكبر. طب يا دكتور احنا الحلقه جميله جدا ما شبعناش من حضرتك. بس عايزين نصايح للفتيات المقبلين على الجواز بس سريعا يا دكتور عشان الحلقه بقى. اول حاجه احنا لما بنيجي نختار لازم نختار صح. بص الاختيار السليم في الخطوبه اللي هيبقى جوزك بعدين. اول حاجه القران كان واضح جدا والسنه النبويه كانت واضحه وقال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. خلاص خلصنا الدين والاخلاق. تمام. الدين والاخلاق هي اساس كل حاجه. هو لو عنده دين واخلاق هيراعي ربنا فيكي هيتعامل معاكي بما يرضي الله هيعرف الحرام والحلال وهيتعامل معاكي كما يجب ان يرضي الله. بالظبط. الاخلاق الاول حاجه التوافق. بلاش يعني التوافق في كل حاجه بقى. توافق اجتماعي، توافق اسري، توافق ثقافي، توافق فكري، توافق ثقافي. يعني عايزه اقول ان احنا ما بنختارش حاجه تكون اعلى مننا. يعني ما ينفعش مثلا واحده معاها دكتوراه تاخد حد معاه مثلا تعليم متوسط. طبعا صح مثلا. ايوه ايوه والعكس. توافق يبقى في توافق. ايوه ايوه في توافق. يعني اقصد اقول كده السن برده لازم يكون قريب من السن. نختار حاجات ما تكونش فوق طاقتنا. يعني بلاش نوعد وعود كاذبه نقول هنعمل وهنعمل واحنا ما نقدرش نعمل. شكرا شكرا يا دكتور. استنونا في حلقه جديده من برنامج نص كلمه. انتظرونا الخميس الجاي ان شاء الله في حلقات قويه جدا معانا.